السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن دواء بشري لعلاج مرض الجدري الداخلي. في جدري داخلي وجدري خارجي. الجدري الخارجي أعراضه والحبيبات اللي بتظهر على جسم الطائر والتشوهات بتبقى من بره باينه، انما الجدري الداخلي بتبقى كل الاعراض او بعض الاعراض موجوده في جسم الطائر من جوه، والعياذ بالله. بيبقى صعب جدا على الطائر تحمله وعلاجه صعب. احنا بقى جايبين لك علاج بشري، وميزه العلاج البشري دايما زي ما بنقول ان انت بتستخدم منه كميات قليله، لان هو مصنع خصيصا للانسان، والإنسان بياخد جرعة أكبر، فلما تيجي تستخدمه للطائر أو حتى للحيوان بتستخدمه بجرعات أقل، فبتوفر وفي نفس الوقت بتاخد تأثير كبير جدا من الدواء. أكلمك عن الدواء ده وإزاي تقدر تستخدمه بمنتهى الدقة، لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. معروف مرض الجدري بيسبب تشوهات كبيرة جدا في جسم الطائر عند الراس وفي بعض مناطق جسم الطائر عموما، مش ضروري عند الراس تحديدا. يعني التشوهات دي بتخلي الطائر بيفقد الشهية مع الوقت، بيفقد توازنه، عينيه بتقفل، مش بيعرف ياكل، مش بيعرف يشرب، ممكن يبقى فيه تسمم بأي شكل من الأشكال، ضعف مناعة، ممكن الموضوع يصل إلى نفوق لو ما تعالجش. تمام، ده الجدري بشكل عام، وممكن طبعا يتسبب في بعض النزيف في بعض المناطق بسبب الهرش والحكة والكلام ده كله، ومعدي جدا وسريع الانتشار. وطبعا اسباب حدوث المرض ده هقولها لك سريعا قبل ما ندخل على علاج المرض بشكل عام. طبعا المرض ده سواء جدري داخلي او خارجي فهو صعب جدا، لكن المشكلة ان الجدري ده لو داخلي بقى بيبقى اصعب شويتين، اصعب حبتين، لان الاعراض بتبقى من جوه، طبعا بتبقى باينة على الطائر بشكل او باخر، لان في اعراض مصاحبة تانية غير التشوهات اللي بتحصل. لكن مشكلته ان انت ازاي بقى تعالج وتدهن المناطق دي وهي اصلا جوه، وهي اصلا جوه. يعني احنا بنجيب علاجات دايما للجدري، الجدري الخارجي بنجيب له علاجات، بنعمل ايه؟ بندهن المناطق اللي فيها التشوهات، بندهنها بالعلاج. تمام، ليه بنعمل كده؟ علشان خاطر تهدى والالتهابات تروح والتشوهات تروح والحبيبات تروح تماما. طب لو من جوه بقى هتدهن ازاي حضرتك المناطق دي؟ لا، مش بيبقى بالدهان بقى، بيبقى عن طريق دواء شرب هنتكلم عنه. تمام، بس قبل ما نتكلم عن الدواء، ايه الحاجات اللي بتخلي المرض ده يحصل اصلا؟ كلنا عارفين ان مرض الجدري ده مرض جلدي في المقام الاول، مرض جلدي، حتى لو كان داخلي مش خارجي هو مرض جلدي. والامراض الجلدية بشكل عام وانت مغمض كده بتحدث بسبب قلة النظافة، قلة النظافة او قلة الحفاظ على الطائر من العدوى الداخلية بقى او الخارجية، عدوى من الجيران، عدوى من طيور جديدة، عدوى من حد جديد دخل على الطيور لابس شبشب جاي من مزرعة تانية. كل التفاصيل دي متشعبة جدا ومش هندخل فيها يعني. تمام، بس هو بشكل عام وباختصار عشان وقت حضرتك وعشان ندخل على طول على العلاج، قلة النظافة والتلوث هما السبب في حدوث الجدري دايما. قلة نظافة المكان، قلة نظافة الاكل، قلة نظافة المية، وقلة نظافة الهواء احيانا، لان احيانا الناس بتربي الطيور في اماكن ضيقة مغلقة في الجو اللي احنا فيه ده علشان خاطر ايه؟ يحموهم من الشمس. بحجة ان احنا بنحميهم من الشمس نقفل عليهم ونمنع عنهم النفس والاكسجين ونخليهم يتنفسوا غاز امونيا، ومع الوقت تراكم فضلات، تراكم تلوث، كل الكلام ده يؤدي الى مشاكل كتيرة جدا، مش بس مشاكل تتعلق بالجهاز التنفسي وجدري والكلام ده، لا، كذلك برضو مشاكل تتعلق بالعظام والمناعة والصحة والانتاج وجميع جوانب صحة الطائر وانتاجية الطائر. فمن المهم ان احنا نحافظ على العنبر دايما او العشة او السطح بتاعنا من التلوث، نحافظ عليه دايما نظيف لا يعاني من اي مشكلة تتعلق بالتلوث، دايما نخليه بيبرق زي ما بيقولوا. عندنا مواعيد ثابتة للنظافة،
عندنا مواعيد ثابتة للترويق ولإزالة الفضلات، عندنا مواعيد ثابتة لتغيير العلافات وتنظيف العلافات وتغيير الأكل وحط الأكل، عندنا مواعيد ثابتة لتغيير المية وتنظيف السقايات، عندنا مواعيد ثابتة لكل حاجة، وكمان عندنا مواعيد ثابتة لإدخال الشمس على العنبر أو على الفرشة علشان نطهر الفرشة من أي بكتيريا أو أي عدوى ممكن تكون متراكمة أو عايزة تتفشى بين الطيور. تمام؟ طيب المشكلة حصلت، لا قدر الله حصلت، أنا جايب لك بقى دواء بشري، تمام، بيعالج مرض الجدري الداخلي اللي بيصعب على المربيين. طبعا المربي بيعرف يعالج مرض الجدري الخارجي، اتكلمنا عنه قبل كده في فيديوهات سابقة، دور في القناة وهتلاقي العلاج، ابحث بس كده باسم المرض، اكتب مرض الجدري وجنبه قناة طيور فوق السطح، هتلاقي علاج للجدري في كذا فيديو اتكلمنا عنه قبل كده. انما لما يبقى بقى المرض ده داخلي والعدوى داخلية، فحضرتك هتستخدم دواء اسمه فلاجيل بشري. الدواء ده يعتبر تنظيف لجسم الطائر من اي عدوى، تنظيف لجسم الطائر من البكتيريا، يعتبر دهان داخلي للطائر لكل العدوى اللي عنده البكتيريا المتسببة في حدوث المرض ده اللي هو مرض الجدري الداخلي. طيب هنستخدمه ازاي؟ الموضوع بسيط خالص، هنستخدم 1 سنتيمتر من الدواء، هي العلبة علبة سائلة فيها الدواء سائل مية، تمام، نستخدم 1 سنتي من الدواء على لتر المية، 1 سنتي على لتر المية، وندوب المية كويس قبل ما نقدمها ونقدمها بعد تعطيش، بس هما كده كده في فصل الصيف وفي الجو اللي احنا فيه ده ومع القبة الحرارية ومع الحاجات العجيبة اللي بتتراكم على الانسان المعاصر والبشري المعاصر، يعني الجو الحر ده اكيد هما مش هي يعني على طول عطشانين، بس يفضل تقدمها الصبح بدري كده ايه كأول شربة مية ليهم علشان تضمن ان هما شربوها كلها، وتحطها للطيور على كل السقايات عشان تضمن برضو ان كل الطيور هتشرب من الدواء. الدواء ده لما يدخل جسم الطائر هيطرد العدوى من جسم الطائر بشكل كبير جدا، وهتستخدمه طبعا بكمية قليلة، 1 سنتي بس على لتر مية، ده لان تأثيره هيبقى كبير زي ما قلت لك، لان ده دواء بشري، دواء بشري مش ضروري تاخد منه كمية كبيرة علشان يبان التأثير على الطائر، لا هي كمية قليلة هتخلي الطائر ان شاء الله يصحى ويشفى من المشاكل دي كلها ومن العدوى الداخلية. مرض الجدري الداخلي صعب ومخيف ومؤثر ومضر جدا، ممكن يصل الى النفوق ويصل الى مشاكل كتيرة جدا، بس مع الدواء ده ان شاء الله هنتخلص من المشكلة ومن المرض. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.